بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى كل من دعا بدعوتهم وسار على منهجهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ننادي إذ ولين يعدان نهضرد فطس تكتوين ومزروين شحال نسعد هذه القعيقين شحال مجردن يكشمو قدودنا أكودي خصمنيس يكحاولنا ذا عتدين فلاس شحال تكوال ونفقنت باللي أجدود النعم كل إمارة يدكل إمارة داكل نوراوي سانس داكل إغال ننسن خاص ما يلوي بغانا دي تعدي فلاس سارا ناس وتبدا نزاتس أما كني ذيون ومذان وتصاوضا سذوك لني الانتصارات لعل المثال انقارو فين زمرد نهضر اسميكر وجدودنا غير ثورة اسميكر وجدودنا غير ثورة يساولي لكل وجدود ريوث الجبهة اريون الصف اريون منو اريون مسلاي ولاش عشرة وينا نلقى غنكر باش نكسس زاقلو الاستعمار وباش نوض الغاية كي نوض الهدف كي يلاقم كل وين يزمر ان ما درقاز ما تصمتوث اما يسعى اما يسعى اما يزدغي المدينة اما يزدغي الريف ادي في كيغيليس باش ننتصر القضية كي ثورة كي خاطر تجارب يعدان بقينا باللي غنداوي ويملالا وهذوذ ذي المحال الذي انتصر ذي المحال الذي يوضع البغينس سيدي ربي عز وجل يوم راغد كمؤمنين كمسلمين كجماعات إناد وليس واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سيد ربي مرايد ذي الآية تجي إن تفوثير كل كفوص ربي مليل ثير كل أفيون ووال إلى قسم خلف مرة خاطر ما تسمح لفم وتروحون الوحدون ونتروحون ثقماس ثمور ثقارة تروح ثقماس ثمور ثني والعياذ بالله أصدعي وإن يغيد مشي وتدود السوثارة وقيم الخطاب يوجيه دوا ولا ربي ينسل مني مزورة اسمي ديوس الاسلام وغنير كل ذات مثل نجمع ولو ننسنا افيون ووال انك مشيت كانت ورا وقارنت الحلاقي اسلام ثراد الحلاني اسلام اسميت فراقم اسميت مكراهم اسميت سميرادم اسمي الا ولو ننون مغنزان ذكرت النعمه يجي ونديف كاسيدي ربي بفضل الدين توغالم ذات مثل توال مير كل ولو نون يجمعيثن الإيمان يجمعيثن الحياة يجمعيثن المقصد يشاركيثني كل وين يكون يشدكولا يجمعن يراون وكون يفرق راه مشيوث دا خاطر تاكي ثامور ثلاث يرزق ربي سل وحدة ديوث النعمة إقلاقاً السناري مدنا طفن ديكس واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته
إخوانا إنك سنيع من سيدي ربي سالفضل سنغال مذات مذن والحالة يجي في ديوم مر سيدي ربي عز وجل وسن السوارة ونغفل رفلاس ودسسالة كان كاكي سوم سلاي ودسسالة كان كاكي سلمواعظ ودسسالة كان كاكي بسهولة ولكن إن داس خدم مير كل مجهود نون باش هاد السيسم تاو مساكين باش تزوم تاو ما تكراون باش تزوم تدوك لي كراون من بينها باش تزوال مثل مثلا السليم ذي العباد و و و و غادي حنفا و غادي يلي فابتي تاكو دوا و غادي يلي كيما سبا ويني سينا نحما ويضا سيني ثرغا ولاش وين ريلين ذي القوي وذي لي الضعيف ولاش وين يزمرن اذي حقر ويض الى قد خدم مير كل السبات باش كني غاتسيلي دوكلم واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا أخطر ثمرت دوكلاران أجدود دوكلاران ويزميران دي بد قوذم الخصوميس قوذم جيجاد إثيدي سقساد بشاد شنراس الماليس وزيك القبائل قارن تقول المثل تساوي تيدا في الباز الباز نسي السلطان الطيور السيد عنده سيهوا ولكن نند الفاز مو يسعر ادرار اندرا يوغال مو يسعر ادرار اندرا اندرا يفري مالا حد يصير هذا يوغال ذا فروخ هذا يوغال ذا عزي وين يدي روحنا في الصيد الفاز نسعر ادرار فروخ كان ذا السمين هذا يوغال ذا فروخ وقارن ثاني كيسكملوا وسفروا ياكين أخي جنتي رش في الملكان ومي تساوي في رش ذا رمني ذا رمني جير ذنا طمزين إمارات فايوث تعقل تعقيت صروح من بعيد أنوار أسياوي تعقيتني روح لوحدس أسياوي وطوف أسياوي الحشرات يعني إنه من قرر الحشرات تخطر يفاغ يوعرام وكذلك لعف ذري فان ذكوذو ديس أجدو ذري وزعنا الرويس يونا دي الشرق ويضا دي غرب يونا دي زلو ويضا دي كرف أجدو ذكي نوري زميرا لغا أدي الحون أرزات وزميرا لدي حفظة في راس الماليس دي في كاسي دي ربي والراس الماليس دي في كاسي دي ربي عز وجل سامورتيس ديكاليس وخاصة من كوني راس المال اللي جان شهداء في السنيع فوربي جانات شهداء الجزائر وما ادراك من الجزائر سيني مليان قريب 400 الف كيلو متر مربع يون راس المال مقار الى قاغان دوكلي كل فوس رفوس ولا رول ان الحر كل وادك ذي شبان ارزات باش كني غنحافظ في راس الملاكي عم قران خاطر مكولي ما راه يمغل ما راه يمغل على عفد راس الملك الخصومي هيك داس ماذا بيه ماذا بيهم اسيدي الضعف باش راس المال راس المال نينيك ادحوس ادوثنا مكيرا تحوصن ادحوسنا مكيرا توزعن ادحوسنا مكيرا تسبسنا ولهذا سيدي ربي عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان حضرت تنفرق ما خطر يعدون ون وكن سونارا وقارن زيك المثل قول المثل تقبيليت ان يشري لني كان حاشا من اكتب بن عمس ابن عمس معندها الخصومي الخصومي كاين مذان يقاد يتحويسا امكرا 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 كشنا ينسكني ثو غرض عزيزا خاطر فناد منسارا ونسارا الوطن ام بالفاز ندنا ويسارا دراري كريف فناد منسارا ثمورت ونسارا السياده
ونسعر الدولة ونسعر جدود ونسعر الثقافة ونسعر مزروي ونسعر المجد. هذه وال لما كان يدين هذه وال عزي هذه وال دولش. ولهذا غناد سيدي ربيع عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا واذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إن حدثت اسم أتسم يرذم حذرت أتسم خلفهم إلى قوادي سمح سيسيوا ما إلا وندى إلا الخلاف فدنقيم إني ذاكي دينير في نهاية إلا قال متفاق أفشو يصلحني الكل أدنى في الوسائل والعوامل على غير جمعان باش نلحو رزات خاطر أي ذودي خلقتي سيدي ربي أمذاني خلقتي سيدي ربي باش هذه الحوم أرزات. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رايحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وإن سيدي ربي إن الله مع الصابرين خاطر ماذا قال لها إن كوك صبر غارك تشوي صبر دارا ونسعر الصبر بيا لنا صبرت في الليل صبرها في الليل ونزمير انا نداكل. ولهذا الى قيمة للخلاف ان صبر باش نمسفهم تقيم دار غوري تقيم دار غوري كي ديني كي ديني بكل شفافية في نهاية المطاف الى قال متفاق ام كان نحافظها في ثمورتنا ام كان نحافظها في راس المال الى دجان الشهداء في الاسنية في ربيع سواء كي رانا نحافظها في الوحدة لنا رانا نحافظها في الكرامة لنا رانا نحافظها في العزة لنا يوفق ربي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.